السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على اوبن ستوديو، وده فيه شوية مزايا كويسة. أولا هو بيعمل إيه؟ هو بيعمل تحليل للمبنى، يعني من البرامج اللي بتشتغل في موضوع sustainability وال green building، فعشان كده لازم نتكلم عنه. وهو مجاني اوبن سورس، وبيشتغل على الويندوز وبيشتغل على ابل ماكنتوش وبيشتغل على لينكس. What is Open Studio? Open Studio is a free open platform software product developed by the National Renewable Energy Laboratory and the U.S. Department of Energy. Buildings in the United States consume 40% of our energy. Open Studio's objective is to help building owners, architects, designers, engineers, and others involved in the design process, people like you, to design buildings that are more energy efficient. Open Studio can be used by anyone involved in the design, construction, or facility management industries. احنا بنستخدمه على اساس نشوف المشروع ممكن يكلف قد ايه في التشغيل. يعني احنا مثلا هنسلمه وهيستهلك كهرباء وهيستهلك طاقه وهيستهلك حاجات ديت، فاحنا ممكن نعمل التحليل وبعد كده نعمل تغير المبنى ونشوف النتيجه بتاعت التحليل ده تبقى عامله ازاي. يعني ممكن تعديل بسيط ياثر في التكلفه. طيب انا اقول له داونلود وروح احمل النسخه الويندوز. طيب انا لو جيت هنا وقلت له فايل نيو وقلت له ما تسيبش، ففتح البرنامج تاني اهو. طيب اول حاجه عشان ابدا الشغل بتاعي لازم اكون محدد المكان اللي هيعمل التحليل فيه، تمام؟ مش تحليل هيروح البرج، ولا البلد كايرو، الامارات، السعوديه، قطر، اي دوله، تمام؟ فاول حاجه لازم تعملها ان انت بتحمل اليوزر فايل. طب اليوزر فايل ده لو مش عندي، يعني سيبت اليوزر فايل وبتبدا تدور على الملف اللي يكون امتداده اي بي دبليو. انا عندي الملف دوت، تمام؟ اعتقد ان لو قلت له اي بي دبليو هيجيب كتير. طيب لو انا مش عندي الملفات ديت، تخش على الموقع دوت energyplus.net وزر وتحمل الملف، تمام؟ ده هو الملف، ده القاهرة اهوت، وده أبو ظبي، وأظن في ملفات تانية خاصة بسوريا وفلسطين كانوا موجودين. طيب أو أو أوتوماتيك هيحاول خطوط الطول وظهر العرض والتايم زون ساعتين عن جريناتش، ويحدد معلومات طقس في كل الشهور و و والحاجات دي كلها، تمام؟ فكل المعلومات دي بقت موجودة، وتقدر تحدد بقى السنة اللي احنا هنشتغل عليها، وليكن مثلا 2022، تمام؟ داري السيفنج اللي هو التحويل من الصيف للشتاء والحاجات ديت، تقدر تفعلها أو ما تفعلش. الأشري تقدر تحدد أنت هتشتغل على أنهي أشري. الكلايمت زون تقدر تحدد برضه. اللايف سايكل كوست تقدر تحدد الأنالست لينز. اليوتيلتي بيلز تبدأ تعمل يوتيلتي بيلز خاصة بيك، تمام؟ وتقدر تحدد المعلومات اللي انت عايزها. طيب كل الحاجات دي بنبدأ ندخلها واحدة واحدة ونشرحها واحدة واحدة. في الآخر خالص المهم بالنسبة لي إن أنا لما أخلص أقول له ريبورت، يبدأ يجيب لي الريبورت. دلوقتي هو فاضي لأن أنا لسه ما حطيتش ولا سيستم ولا أي حاجة خالص من الحاجات اللي المفروض تتحط. يعني على سبيل المثال لازم أحدد سكادول. إيه السكادول دوت؟ يعني المفروض هنشتغل كام ساعة، تمام؟ السكادول ده هيفيدني في كده، سواء مثلا المبنى ممكن يكون فيه بشر شغالين فيه مثلا من الساعة كذا للساعة كذا، وفي ممكن مكان مفروض بيشتغل في نفس الوقت، وفي مكان ممكن يكون بيشتغل شوية مثلا بعد ما الناس تمشي، أو في وقت معين. يعني في سكادولات، تعالى نضيف سكادول، تمام؟ ده السكادول هو هتبدأ تقول له أنا عايز مثلا سكادول، في عندي سكادولات في اللايبراري بتاعتي، تقدر تحمل اي سكادول وتحطه لي، تمام؟ السكادول ده عباره عن ايه؟ بيحدد لي عدد الايام الاسبوع وايه الحاجات الموجوده فيها بالشكل دوت. نحدد مثلا سكادول جديد. طيب السكادول ده انت عايزه خاص بايه؟ خاص مثلا باللايتنج، خاص بالتمبريتشر، خاص بيه كل واحده من دول بيتعمل لها جدول خاص بيها، وما ينفعش احط جدول مكان جدول. طيب اقول له مثلا ابلوج. طيب دي عدد ساعات اليوم كله ال 24 ساعة، تمام؟ ممكن تيجي هنا، ده المفروض ان هو شغال بكام طاقته، تقول له لا هشتغل مثلا بنص طاقته، تمام؟ على سبيل المثال المفروض المكان ده مصمم لأربع أشخاص، فلو في
شخصين مش موجودين يبقى كده شغال بالظبط. ممكن تيجي هنا وتدوس مرتين بحيث ان هو يتقسم، تلاقيه مثلا تكبر بالشكل ده، يبقى هنا في عدد صفحات اكتر، ممكن تخليها هنا مثلا. ممكن بعد كده الناس بدأت تمشي فتدوس مرتين وتبدأ تقول اه خلاص الوقت ده مفيش شغل، مثلا من الساعة 16 اللي هي الساعة 4 للساعة 12 بالليل مفيش شغل، فاقفل التكييفات وفي كل حاجة تمام. ده دي فكرة السكادول. طيب ممكن تيجي هنا وتضيف سكادول تاني، يعني في ديفولت في انك تعمل سكادول اخر بحيث مثلا تخلي ده لأيام معينة وده لأيام معينة. مثلا هنا تقدر تقول مثلا طب ده انا عايزها مثلا الايام الاسبوع كلها، لا ده انا عايز بس ايه مثلا ابلاي تو، انا عايز ليه الايام ديت يوم الجمعه والسبت، لا انا مش عايزه تمام. وتعمل الجدول تاني وتخلي لا ده الجدول التاني ده ليوم الجمعه والسبت، يبقى مثلا الناس شغاله يومين تمام. فبيديك امكانيه ان انت تحط المعلومات اللي انت محتاجها، تخصص المعلومات لكل حاجه. وكذلك في الكونستراكشن وتقدر تحط بقى كومبوننت وماتيريال زي ما انت عايز، تقدر تيجي هنا وتضيف الماتيريال اللي انت عايزها، تسمي مثلا الماتيريال دي مثلا بلاستيك مثلا. فمعاك بقى في الجداول تقدر تختار الستاندرد اللي انت تشتغل بيه، وهكذا تقدر تحط الماتيريال اللي انت عايزها، بحيث ان دي هتبقى مثلا تحدد الحوادث الداخليه او الحوادث الخارجيه، كل الحاجات دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. والماتيريال كذلك في كمية كبيرة جدا من الماتيريال تقدر تشتغل عليها، وتقدر تضيف الماتيريال وتحط لها كل الخصائص اللي انت عايزها، وثيرمال تقدر تكتب الرقم اللي انت عايزه. طيب بعد كده الأحمال تبدأ برضه تحط المعلومات بتاعت الأحمال، سواء مثلا الأشخاص، طيب هتحسبهم بالنمبر اوف بيبول عدد الأشخاص، ولا هتحسبهم بيبر عدد البيبول بير سبيس، ولا سبيس فلور اريا بير بيرسون. تبدا تشوف انت عايز تحسب باني طريقه الاحمال. في الاحمال بتاعت اللايتنج تقدر تحط احمال اللايتنج اللي انت عايزها، وممكن تلاقي في اللايبراري هنا حاجه خاصه باللايتنج تقدر تختار منها وتحط زي ما انت عايز. في مكتبه موجوده تقدر تخش تعدل وتعمل احساب خاصه باللايتنج انت حاجة. ده السبيس، انت عندك كام غرفة في المكان هنا؟ مثلا عندي غرفة بتاعت البيدروم، طيب عندي غرفة خاصة بال الجلوس او الستادي، عندي غرفة خاصة بالماوس، غرفة الفران عشان ما تسمعش كلامي. بيقول لك كل مدرسة فيها غرفة الفران، معرفش يعني بيصمموها ليه او بيعملوا بها ايه. ده جنرال لوتس الكاستم وهكذا. طيب تبدا بقى تشوف بقى انت عايز الحاجات الخاصه بالسكادول، فتلاقي هنا في اللايبراري السكادولات اللي انت عايزها، مجرد تعمل دراج اند دروب. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن اجي هنا على اللايتنج ديفينيشن وابدا اسحب واحط مثلا هنا بالشكل دوت، وتقدر تدوس مرتين وتدخل في الخصائص وتعدل فيها زي ما انت عايز. هنا الجيومتري ده 3 دي فيو، بعد ما ندخل المبنى هيظهر معايا هنا، تقدر تعمل له اديتور زي ما انت عايز. وهنا بيقول لك الحاجات اللي انت ممكن تتعامل معاها زي جي بي اكس ام ال، وده بيتصدر عادي من برامج البيم. هنا بقى بتدخل الفاسيلتي خاصه بالبيلدنج، الستوريز اللي هي الادوار، الشيدنج وهكذا. هنا ران سيموليشن، بتبدا تعمل سيموليشن بعد ما تكون دخلت كل المعلومات اللي انت عايزها، تبدأ تعمل السيموليشن. ولما تخلص خالص تبص على الريبورت وتلاقي المعلومات اللي انت عايزها.